هرجع بقى يعني نرجع لترتيب الاسئله، هرجع لك تاني كابتن رضا في البدايه. قول لي كابتن حسام حسن، كام لاعب ممكن من القائمه الاخيره اللي كانت في منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه يخرجوا منها؟ كام لعيب؟ انت فاجئتني. طب ما تجيب الاسماء عشان لا هفاجئك. ايه ده محفوظين يا كابتن؟ طب قول قول قول، ما احنا عايزين نقول صح او غلط. ده ايه اللي صح او غلط؟ عندك بدايه من الشناوي صبحي. طب الشناوي محمد الشناوي ولا احمد الشناوي؟ لا اذا كان احمد الشناوي انت عايز تطلع محمد الشناوي خلاص؟ لا هو اللي موجود. لا اول انا عايزك تقول لي اللي يطلع وانا بقول. لا اللي يطلع. انا فكرتك اللي عندك موجود. محمد الشناوي، احمد الشناوي، ها احمد الشناوي يفضل بره، صبحي بره، ابو جبل، ابو جبل بره، محمد هاني بره، عمر جابر، عمر كمان، عمر كمان انا اسف. بس هيبقى صعب، بس لازم حسام هنا بقى يعامل ضميره في الحته دي. كويس يتاخد، مش كويس ما اتاخدش. طيب عبد المنعم يتاخد، علي جبر لا، احمد سامي لا، ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم اوكي. ايوه احمد حجازي لا. لا طيب ماشي، فتوح لو جاهز ماشي. لو جاهز لما يرجع ويلعب ماتشات والكلام ده وجاهز ماشي. محمد حمدي لا. نني شكر احسن منه. نني لا. امام عاشور ماشي. مروان عطيه ماشي. محمود حماده لا. حمدي فتحي طيب لو كويس يجي، مش كويس زي الدوره كده ما يجيش. حمدي فتحي ما هو بقول لك لو كويس. لو كويس تتكلم عن حمدي فتحي في الاحتراف لو مكسر الدنيا يجي. طيب بحب مهند لشين. بس لو وحش لا. مهند موجود. موجود طبعا بعد الموقف الاخير مثلا ده. هو ماله، هو مش ذنبه نوعيه منتخب مصر، نوعيه لعيب الدوري. حبيب قلبي، حبيب قلبي بسالك. لا حبيب قلبي هو نظرك. هو ده مش موقف يبين الضغوط اللي ممكن يواجهها مهند في ماتشات ممكن تكون مختلفه عن الماتش الاخير ده؟ في الفتره اللي جايه مع حسام حسن الوضع يختلف. النفسيه هتختلف بدليل ان الراجل واخده ما حطوش ولا ماتش، هو الماتش ده اللي حطه. طيب واخد بال حضرتك؟ انما هو هتقول لي لو هو ولا مروان عطيه هقول لك هو. لو هتقول لي هو لك. ايوه ازيك انا بقول لك انا لعيب كوره ومدرب كوره اقول لك انا لعيب كوره كابتن برضه. لا ماشي انت انا كل واحد مروان عطيه ولا مهند لاشين يا كابتن؟ لا مروان عطيه طب يا كابتن ده بس هو انت بتكلمني شيء كل احترام طبعا مهند، لكن مروان فارق جدا مع الاهلي، فارق مع المنتخب كمان لما كان بيلعب. بيعمل ايه؟ بيقطع بس صح. لا انا عايز واحد يقطع ده بقى في الميزه. مفيش لعيب بيقطع وما بيبصيش بعدها، مفيش لعيب في العالم ما بيباصي لورا. اسمع الكلام احنا لو انت دي ناقصه في البطوله دي كان عامل ماتشات كويسه يا كابتن رضا. يا مروان كان عامل كل واحد يقول اللي من وجهه نظره، ما حدش له دعوه بيا. انا بقول من وجهه نظري انا لو مدرب وبتخيرني مروان ولا مهند لا لاعب مهند. الاثنين موجودين يعني انت عايزهم موجودين معاك بس انت انت ليك ان هو موجود بس انت لو هتلاعب انا من وجهه نظري هتلاعب هلاعب مهند. تلعب مهند على مروان؟ طبعا. وانا غلطت كده في البخاري ولا ايه وانا مش واخد بالي؟ طيب ايه؟ ماشي ده طريق هو ده الفكر اللي هو الراقي بتاع الكره اللي هي الحديثه اللي بيقطع ويسلم وبيلعب لقدام دي في مهند. انما هو لو انا هدافع مع فرقه قويه هلاعب مروان. ليه؟ لان انا مش عايز اخسر، مش عايز مش عايز اهاجم وعايز ان انا ما يجيش فيا جول. يعني في المباريات الدفاعيه اللي انا عايز يعني عندي قوه دفاعيه اكتر الاعب مروان. مهند في الجزء اللي هو اللي انا لا الماتشات اللي انا عايز اكسبها خد بالك لان كورته قدام. هو لعب يعني ماتش اخر ماتش ومنزله في اخر دقيقتين. ده كان جوه مش عارف بيواسي مين كان مصاب. بيواسي جابوه من جوه قالوا له تعالى عشان تشوط ضربه جزاء. الراجل طبعا خارج للدنيا ملطش واسود. طب قولوا له تعالى العب. انت عارف الموقف ده؟ طبعا. في والمصحف لو في محاسبه بجد امور اداريه دي برضه. لا معلش لو في محاسبه بجد لا لازم يتفتح تحقيق في الحاجات اللي هي الصغيره دي. طيب احنا قلنا محمود حماده بره. بره. مصطفى فتحي ده بره كمان من مصر من بورسعيد. لا والله مظلوم والله. ايوه هو مش ذنبه، هو ذنب اللي خده. طيب ما شفت انت اللي جوه واقف بيتفرج على ناس بتعوم وتزقف وهو ما بيعرفش يعوم؟ نفس ده واقف قدام حمام السباحه وبيتفرج على ناس بتسبح قدامه وبتاع والكلام ده وعمالين يطلعوا وينزلوا ومش عارف ايه وهوب واحد قام جايزه وهو ما بيعرفش يعوم. طيب مش ذنبه. صف فتحي موجود طبعا. تريزيجيه موجود. مرموش موجود. زيزو موجود. صلاح ماشي. مصطفى محمد موجود. كهربا
ده بقى على حسب الفتره اللي جايه. لو لعب بس خلي بالك ما مودس وقال لك فاق مودس فاق طيب اقدر ما لعبش كهربا هتاخده ما كلام بقى هنا الاماكن مش هتتشال مع حسام اللي هيلعب هو اللي هيجي اللي هيلعب هو اللي هيجي بقى ولو حسام عمل غير كده اقسم بجلاله الله احتياجات ما احتياجات الكابتن حسام ايه يا فاروق كم لعيب في المنطقه ايوه انت النهارده انت هتعتمد على ما تنساش كابتن حسام لاعب جرب تجربه مثلا ان هو غير موفق يعني مثلاً. انت مطالب من كابتن حسام ايه الفتره الجايه يعمل منافسه يا كابتن رضا بس يبقى في منافسه بين اللعيبه اعمل جيل جديد يعني انا ما جبتش لعيبه عشان نقعد نقول ان احنا لسه بنبني منتخب جديد زي كابتن حسام كوكا والله لو مكسر الدنيا يجي خلي بالك برضو ده من اللعيبه اللي اتظلمت مين كوكا ما انت بتجيبه وما بتلعبوش محمد شريف قاعد جايبه طول المعسكرات وجي لما جاي سافر جبت كوكا مكانه طب ما تاخدهم الاثنين خدهم الاربعه بس هو الراجل عنده مصطفى محمد ومش شايف غيره حلو وحش بيلعبه وهو طبعا مصطفى محمد في البطوله دي فاجئنا كلنا هو جاب جول النهارده معناه انت على فكره بص هو في البطوله اخد الحذاء البرونزي النهارده في البطوله بطوله الامم الافريقيه